اليوم عطينا اطلاق واحد الورش سميناه الدراجه الامنه في مدينه مراكش. هو ورش متعلق بالسلامه الطرقيه، وهو تيدخل ضمن الاولويات اللي بغينا ننزلوها فيما يخص الاستراتيجيه الوطنيه للسلامه الطرقيه. تعرفوا بانه في شهر فبراير يوم 18 فبراير 2005 سيدنا الله ينصره كان ترأس الاجتماع الأول بين الوزاري فيما يخص السلامة الطرقية، وعطى الانطلاقة لتدبير الجديد للسلامة الطرقية في بلادنا. وهذا التدبير الجديد عطى واحد العدد ديال الإيجابيات، منها القانون الجديد ديال السير، منها أيضا الاستراتيجيات المتتالية، غير ان المستوى اللي وصلنا له رغم بعض التحسنات ماشي هو المستوى المنشود، وخاصة لما نحلل الارقام يتبين ان الفئة الاكثر تضرر هي الفئة ديال مستعملي الدراجات النارية. اليوم في المغرب عندنا تقريبا 3500 حادثة او يعني حالة موت على الطرقات، منها 40% جاية من الدراجات النارية. فهذه الفئة هذه خصها واحد الورش خاص. هذا الورش مبني على التحسيس، مبني ايضا على التفعيل او التحسين من المراقبه، ومبني ايضا على مشاريع تتخص بعض المدن بحال مدينه مراكش اللي عندها واحد العدد كبير ديال المستعملين ديال الدراجات الناريه. فسنعمل جميعا مع الولايه ومع الجهات المختصه من اجل تحسين السلامه الطرقيه في مراكش وفي المغرب بصفه عامه. الاستراتيجيه العشر سنويه ماشي استراتيجيه ديال الوزاره، هي استراتيجيه وطنيه، هي استراتيجية مندمجة، لأنه السلامة الطرقية مشكلة تدخل فيها واحد العدد ديال الجهات، ونحن الآن نقوم بتحيين ديال هذه الاستراتيجية بعد يعني الوقوف على ما نجحنا فيه وما يجب أن نغيره من أجل نجاح أحسن. اليوم بهذه الساحة اللي انتم متواجدين فيها كتعطى الانطلاقة الرسمية من طرف السيد وزير النقل واللوجيستيك والسيد ولي جهات مراكش أسفي، والوفد اللي غادي يرافق إن شاء الله لواحد العملية تواصلية مندمجة الاسم ديالها الدراجة الأمنة. إذا هذا واحد المخطط وطني مندمج اللي توضعته الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه، واللي كيتخلوا واحد مجموعه ديال التدابير ومجموعه ديال الاجراءات اللي متوجهه من اجل بهدف تحسين مؤشرات ديال سلامه الطرق، سلامه هاد المستعملين ديال الدراجات الناريه. اختيرت هاد مدينه مراكش كعطينا انطلاقه وطنيه بحكم انها واحد المدينه اللي كتعرف، والجهه ديال مراكش اسفي سجلات 54% من مجموع القتلى ديال حوادث السير سنه 2022، وبالتالي يعني تم الاختيار ديال هذه المدينه بحكم يعني مجموعه الاعتبارات، بحكم الخصوصيه ديالها على ان واحد المدينه اللي كتعرف واحد الكثافه يعني كبيره، وواحد يعني العدد متزايد في الحاضره ديال هذه المركبات، وبالتالي تم الاختيار ديالها منها. والاسباب اللي كتؤدي هذه الحوادث ديال الدراجه الناريه بالخصوص على مستوى ديال مدينه مراكش، لان الدراجه يستعملها النساء والرجال هنا كذلك. هذه العملية التواصلية المندمجة هي واحد المجموعة ديال المحاور المختلفة والمتنوعة، فيها مجموعة المواضيع، فيها مجموعة ديال الخطابات يعني متنوعة وبأشكال متنوعة، واللي غادي يعني تستهدف هذا النوع ديال المستعملين أو فئة ديال المستعملين الطريق. فيهم التواصل المباشر معهم عن طريق مكونات المجتمع المدني اللي غتكون حاضره وغتساهم هي كذلك في هذه العمليه، وفي مجموعه من النقاط اللي غادي يتم يعني وضعناها على مستوى ديال المدينه، بما فيها واحد مجموعه المحطات ديال تزويد الوقود، كذلك المنطقه الصناعيه اللي ربما كانت فيها واحد المجموعه ديال الشغيله كتستعمل هذه الدراجه، كذلك جانب الكليات، كليه الاداب والعلوم الانسانيه وكليه العلوم القانونيه والاقتصاديه، وكذلك على مستوى واحد المجموعه ديال المحاور ديال المقاطع اللي غادي تكون فيها واحد العمليه مع هذا المكون ديال المجتمع المدني، واللي غادي واحد العمليه مزدوجه فيها المراقبه، واللي منخرطه فيها الامن هيئه الامن الوطني، واللي منخرطه من خلال المراقبه، وفيها كذلك جمعيات المجتمع المدني اللي غادي تقوم بالتوعيه والتحسيس لهذه الفئه هذه. كذلك هناك واحد المجموعه ديال يعني عمليات اخرى بما فيها الشاخصات المتنقله والثابته، هادو الشاخصات اللي غادي نوضعهم على واحد المجموعه ديال الكاليش، على بتي تاكسي وكرون تاكسي، على كذلك لي بيس، هاد الحافلات ديال النقل الحضري بشراكه مع الجروب ديال الزا،
وهادو كتعرف بانهم هما وسائل ديال النقل الحضاري واللي كيجيبوا المدينه بكل الشوارع ديالها، الازقه ديالها، الاحياء ديالها، كذلك واحد مجموعه الشاخصات التكمجر ديالها بواسطه هاد لي فيلو، وهادوك غادي نستعملوهم في الاماكن اللي ربما ما نقدروش نوصلوهم عن طريق، ولكن كيكونوا مستعملين من طرف الدراجه الناريه بدوك الازقه يعني الضيقه، وكذلك في بعض الاحيان اللي ما كان هناك كذلك تواصل رقمي من خلال يعني المواقع ديال التواصل الاجتماعي، هناك كذلك واحد الدعامات ودعائم يعني سمعيه بصريه، الدعائم سمعيه بصريه اللي غادي توظف فيها تم تجي واحد مجموعه الوصلات وحساسيه تلفازيه واذاعيه، واللي غيتم التبث ديالها ان شاء الله في التلفاز وكذلك على مستوى الاذاعه.